السلام عليكم خوتي خواتاتي بزاف ديال الناس كيصونيو عليا من الصبليون على قبل هاد لي الله يطول لي عمركم ما كاينينش واقيلا في الصبليون على ود بزاف لي صونيتو عليا وكاينين شي ناس حتى من الجزائر قالوا لي ما كاينش عندهم ما عرفتش انا واش كاين في المغرب ولا لا هاد القويل الباتا ماشي فونت ليبر دخلي لا فارماسي وتقولي لهم لي عطيهم ليا هاد القويلبات بلوغ دونونس بالواقع ديال الطبيب لاش كيصلحوا كي هادو ديال الناس اللي كيتكونصاو من ظهرهم الناس اللي الله يحفظ ما كيبقاوش يقدو ينوضوا يعني انا كنت كان كنت كنعاني من هاد المشكل ملي كانت من ظهري كان يعني كيجي كتجي كي لومبيلونس كيعملوا لي المخدرات قبل ما يهزوني وملي كيهزوني كنبقى تحت المخدرات عاد باش كيدوزوا للعلاج هاد القويلبات كانت من ظهري وكان نعمل اللي ما كان نقدر نحرك حتى العنق ديالي كان عملوا واحد المجهود كبير باش كنستعمل واحد القوي لب يعني ما نص نساعة المكانة الالم كله كيمشي يعني حنا هنايا ما كنعالجوش هذا الالم ديال ديال اغني ديسكال ولا الدوبل اغني ديسكال راه ما كنعالجو حتى حاجه ما كتعالج وهو الا لقينا كيفاش نخضو الالم على الدنيا السلام على ود كيف كيف كنقولوا في القرن 21 الناس ما بقاش عندهم ما بقاش عندنا حق نخليو الناس كيعانيو كيسوفريو يعني كنهدنو الالم هاد القويل بات هاد رحمة ديال رب العالمين الى نقول لكم آه ما بقيتش كنوصل السبيطارات وقيل اكثر من عشرين عام هادي ما بقيتش كنوصل السبيطارات من ناحيه كنهضر على اغني ديسكال ولا دوبل اغني ديسكال ولا الناس الله يحفظ اللي كيكونوا خدامين في البني وكيطيح من السلوم ولا دوك الصباغه مساكن كيطيحوا من السلوم ولا مساكن هادوك اللي كيشطبوا الزنقه يا ريت يا ريت يكونوا عندكم غير تحس بظهرك ما قادش تنوض وانت خصك تمشي تخدم بحال اللي كنت انايا يعني كنت كنعمل هاد لي قويل بات كنعمل واحد وكنمشي للخدمه تاني حاجه الله يطول لي عمركم كيتعملوا في الثلاجه ما كنخليوهمش على برا على ود كاينين بعض البلدان سخان بزاف كنعملوهم في الثلاجة الا كانت عندك في الشتوى الدار بارده واخا تخليتيهم على برا هادو راهم اش نقول لكم انا غير كنشوف فيهم كنشوف فيهم والله القسم الا كنقول احسن ما خرجو ما كندويش لكم على لي جولول ديالهم الفانيد اللي هو كيتشرب اللي هو على شكل جولول لا هذاك انا ما كناخذوش كيجيب لي الدوخه وحاشاكم كتجي بزاف الناس كتجيهم الرضا وكتجيهم حتى الدوخه كيطيحوا في الزنقه انا كنتكلم غير على القويلبات ديالهم غير على القويلبات ديالهم دابا غادي ندوزو للمنتوج الثاني اللي غادي يرافق هاد القويلبات فوالا هما هاد لي والله العظيم انا ما كنبيع لكم حتى حاجه وما كنقولش ما كنقولش لكم سيو من البلاصه الفل الفلانيه انا كنعطيكم الحوايج اللي يعني عطوا واحد النتيجه كبيره شفتوا هذا لي جيلول ديال الالم ديال المفاصل ديال هشاشه العظومه آه الناس شافوهم حطيتهم هذه شربا سنين في القناه عندي ومشاو خذوهم والان الان كيحطوا لي اوديوات وكيقولوا لي لا يحرق فيك عظمة حليمه والله يرحم لك الوالدين كنتكلم على هاد لي جولول اللي هما وحده في النار هادو كاينين في المغرب هادو انا فرحت ملي الناس شراوهم في المغرب وصوروهم وصيفطوهم ليا وغادي نعطيكم الثمن بالنسبه للناس ديال لا فرنس. الناس ديال لا فرونس الباكيه ما كتفوتش 18 اورو 18 اورو على ود واحد النهارات طلبت ولدي قلت له جيبهم ليا انا ما كنتش ما كان عندي مدة يدار وقلت لولدي جيبها ليا على ود ما خصناش نقطعوه ومشى ولدي ملي بان ليا الثمن فوق البواطه ما تيقتش كاتبين عليها 26 اورو اللي هي 27 اورو يعني كان عقل ولدي تعصب وقال لي كيفاش ضحك عليا قلت لا 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 ما بغيتش الصداع ومن بعد وانا نوري لولدي الثمن في الصيدليات العاديين قلت ليه ها انت الثمن ديالهم قال لي اذا ضحك عليا ايه, إيه أه أه اتونسيون الثمن ديالهم ما كيفوتوش 18 اورو في الصيدليات طريقه ديال الاستعمال ما كنهضرش على لي سوبوزيتوار كنهضر على هاد لي جيلول طريقه ديال الاستعمال من ورا الفطور ان جيلول بار جور مده ديال 30 يوم بيان سور وملي كنكملو 30 يوم ما نقطعوش كتكون البواطه الاخرى موجوده أه ملي يلا غادي تبداو تاخذوه ملي يلا تبداو تاخدو هاد لي راه ماشي من استعمال الاول ولا الثاني كتبان النتيجه لا خاصو واحد سيمانه عاد باش كيتاقلم لينا في الدات ديالتنا عاد باش كيبدا المفعول ديالو يكون والله القسم البنات الى الام ديالي الله يرحمها حنا عندنا الهشاشات العضويه راتيه الام ديالي الله يرحمها الى الكاس ديال الماء كانت كتهزو بصباعها عواجو يعني صباعها عواجو بلاغطروز أه يعني انا كنت خفت يوقع لي هكذاك الحمد لله بهذا والله العظيم اش نقول لكم لو كان يقولوا لي ما عندك حتى صباط وغنعطوك يا اما فلوس الصباط يا اما فلوس هاد الدواء الا ما عطي الا ما شريتيش الصباط غتمشي حفيانه نتمشى حفيانه وناخذ هذا راه اش نقول لكم تصالح مع الذات الالم كيمشي احتكاك المفاصل ما كيبقاش ديك العنقره ديالتك اللي بحال مضروبه فيها جنوي ما كتبقاش اذا هذا ملي كانت تكون من الدار ديالي كيف قلت لكم ولا الله يحفظ تحتو وما بقيتوش كتقدو تنوضو هذا راه كيجعلنا كنوضو وكنحاربو داك الالم اللي ما كان نحسو به ملي كنعملو سيبوزيتوار اذا عملت سيبوزيتوار ونط يا اما كنوض نمشي لخدمتي يا اما كنوض كنتمشى كنتمشى بزاف بيان سور البنات ولا الرجال الله يطول لي عمركم لي سوبوزيتوار ما كاينينش في المغرب وهاد ديال هشاشة العضوم راه هاد لي راهم كاينين في المغرب غير هي كيف قلتها راه لا كملتي 30 يوم وقطعتي ومن بعد عاوتاني جاك الالم ومشيتي شريتيه عاوتاني من جديد خاصو 10 ايام باش يتاقلم لك في الدات ديالك يعني هادو راهم احسن ما كاين الله يطول لي عمركم الا ما عملولو له بارطاج والا كنتو غاديين للبلاد سيروا عند الطبيب وقيدوه وديوه لوالديكم وديوه ال... ال... انا نقول لكم واحد الحاجه انا كندير المغرب بالكترا ماشي دابا البنات دابا انا خديت التقاعد ملي كنت في الصيدليه كنت كندي بالكترة اللي قال لي عندي وكنعملو في الثلاجة اللي قال لي عندي مشكلة الدار كنعطيه قويلب ولا جوج لا غد لي كيعيطو عليا كيقولو لي فين كيتباع كي كنقول لهم لا ما كيتباعش كي في المغرب فوالا كنتمنى كنتمنى هاد الفيديو أه نحاولو نحاولو الله يطول لي عمركم نعملو لو بارطاج لاجا ليا وليكم راه لحتها في التيك توك والناس كيتواصلوا معايا و تيقولوا لي رخضينا هذا وحياتنا تبدلات احبكم في الله والسلام عليكم